أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السابعة، seventh unit، الدراسة، study، الدرس الخامس والخمسون، 55th lesson، on earth، presentation، الحوار الأول، first dialogue. انظر، واستمع، واعد، look and listen and repeat. انظر إلى اللوحة، look at the board. اقرأ الجدول الدراسي، read the timetable. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. The studies are 5 days in the week. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. Yes, Saturday and Sunday and Monday and Tuesday and Wednesday. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. The holidays are on Thursday and Friday. اكتب المواد الدراسية، write the subjects. الثقافة الإسلامية، Islamic culture. واللغة العربية and Arabic language. والرياضيات and mathematics. والعلوم and science. والحاسوب and computer. متى تبدأ الاختبارات؟ When do the exams begin? When will the exam begin? في شهر شعبان. In the month of شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ And when will the education year ends? Or when will the education year will end? في شهر رمضان. In the month of Ramadan. العطلة 3 أشهر. The holidays are 3 months. الحمد لله. العطلة طويلة. الحمد لله. The holidays are long. بدأت الحصة وجاء المعلم. The period has started and teacher has come. هيا بنا إلى الصف. Let's go to the class. هيا بنا. Let's go. Okay, first student Aisha Iman. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. You are first student iPhone. Samia Kayum. Sara. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. You are second student. الكتاب الأول. Repeat. الكتاب الأول. الوحدة السابعة. الوحدة السابعة. الدراسة. الدراسة. الدرس الخامس والخمسون. الدرس 55. الحوار الأول. الحوار الأول. انظر واستمع. انظر واستمع. انظر إلى اللوحة.
انظر إلى اللوحة. اقرأ الجدول الدراسي. اقرأ الجدول الدراسي. دراسي كسرة. دراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. أسبوع. أسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. اكتب المواد الدراسية. اكتب المواد الدراسية. الثقافة الإسلامية واللغة العربية. الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والرياضيات والعلوم والعلوم والحاسوب. والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ متى تبدأ الاختبارات؟ تبدأ متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. العطلة 3 أشهر. الحمد لله، العطلة طويلة. الحمد لله، العطلة طويلة. بدأت الحصة وجاء المعلم. بدأت الحصة وجاء المعلم. هيا بنا إلى الصف. هيا بنا إلى الصف. هيا بنا. هيا. هيا بنا. والآن جاء دورك. Repeat. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. انظر إلى اللوحة. انظر إلى اللوحة. اقرأ الجدول الدراسي. اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. نعم، نعم، ويوم السبت، ويوم الأحد، ويوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم العطلة يوم الجمعة. الخميس والجمعة. اكتب المواد الدراسية. اكتب المواد الدراسية.
الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية، اللغة العربية، والرياضيات والرياضيات، والعلوم والعلوم، والحاسوب. والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ متى تبدأ الاختبارات؟ أبدأ تبدأ الاختبارات في شهر شعبان. في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. العطلة 3 أشهر. 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 الحمد لله، العطلة طويلة. الحمد لله، العطلة طويلة. بدأت الحصة بدأت الحصة. وجاء المعلم. وجاء المعلم. هيا بنا إلى الصف. هيا بنا إلى الصف. هيا بنا. هيا بنا. Now you both started. انظر إلى اللوحة. انظري، سارة is female. أوكي. انظري إلى اللوحة. اقرأي الجدول الدراسي. الدراسي. الدراسة. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة في الأربعاء وجمعة. عطلة يوم الخميس أوكي. والجمعة. العطلة يوم الخميس. خميس يا أستاذ. يس، خميس. خميس ويوم الجمعة. right. اكتبي. اكتبي الجدول الدراسي. اكتب المواد الدراسية. اكتبي المواد الدراسية. الثقافة الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، علوم، و والحاسوب. وحاسوب. والحاسوب. متى تبدأ إخبارات؟ تبدأ الاختبارات. أوكي، تبدأ الاختبارات في شهر شعبان. ومتى ينتهي؟ Is it correct, sir? ومتى ينتهي education year، يوم الدراسية؟ متى ينتهي العام الدراسي؟ What, sir? Can you repeat it? وين؟ ومتى ينتهي العام Okay. الدراسي؟
والمتى أنتهي؟ ينتهي. ينتهي، أوكي. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. العطلة طويلة. The holidays are long, okay. So, period in Arabic will be al-bida'tu. Period mean hissa. بدأت الحصة. Hissa. Okay. Al-bida'tu al-hissa. بدأت الحصة. Yes. بدأت الحصة وجاء المعلم. هيا بنا هيا بنا إلى الصف. هيا بنا هيا بنا إلى الصف. إلى الصف. صف is class, right? Okay. Yes. هيا بنا. Samia, is your internet working? السلام عليكم. وعليكم السلام. عائشة. كل عائشة. مس هور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, Aisha and Samia, you both do this. Start. انظر إلى الجدول. انظري بقولكم في كده ده. الجدول. انظري إلى الجدول. read the subject. مواد اقرأ الدراسية. المزامير. اقرأ المواد اقرأ الدراسية. المواضيع. مواد الدراسية. Okay. مواد الدراسية. بالضبط. Aisha has internet problem. Next student. Aisha Imran. Do you hear us? Yes. Okay, now continue. कहाँ से पढ़ना था? You are second student. The studies are 5 days in the week. الجدول الدراسي. الدراسة. الدراسة. خمسة. الدراسة خمسة في الأسبوع. خمسة أيام في الأسبوع. نعم. اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثون ويوم ال ويوم ثلاثاء. يوم الثلاثاء. الثلاثاء وبدلتي كو سر كيا ويوم يوم الأربعاء. يوم الأربعاء. العطلة في يوم الخميس والجمعة. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. العطلة يوم الخميس والجمعة. اكتب المواضيع. اكتبي فيميل. اكتبي المواضيع. المواد الدراسية. المواد الدراسية. اكتبي المواد الدراسية.
الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ الاختبارات في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة سلاس كان سلاس ثلاثة أشهر. yes. سلاسة الأشهر. العطلة الطويلة. The period has started. بدأت الحصة وجاء المعلم. هيا بنا هيا بنا إلى الصبح. هيا بنا. هيا بنا. Nova main notice board. On this board, you can see Sara. Yes, sir. الوحدة السابعة. الوحدة السابعة. الدراسة. الدراسة. الدرس الخامس والخمسون. الدرس الخامس والخمسون. المفردات. المفردات. اللغة العربية. اللغة العربية. مواد دراسية. مواد دراسية. جدول دراسي. جدول دراسي. صف. صف. الحاسوب. الحاسوب. العلوم. العلوم. الرياضيات. الرياضيات. الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية. جاء. جاء. اختبار. اختبار. حصة. حصة. لوحة. لوحة. يكتب. يكتب. ينتهي. ينتهي. يبدأ. يبدأ. ينظر. ينظر. Next student, Aisha Khan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم يوما للدراسة في الأسبوع؟ How many days there was study in the week? Anyone? What is the answer for this question? Four. خمسة أيام. الدراسة خمسة أيام في الأسبوع. Repeat the whole answer, Aisha Khan. الدراسة خمسة أيام في الأسبوع. The word is الدراسة. دي كسرة. الدي. الدراسة. متل. الدي. لا. الدراسة. When are the holidays? When is the holiday? عطلة يوم الخميس ويوم الجمعة.
ماذا سيدرس غانم وغالب؟ What will Ghanim and Ghalib study? أكتب المواد No, no. الدراسية. You will say, you will just write the name of the subject, Kaabat al-Islamiyah, will just all these until Hasub. Okay. So what الثقافة will they study? الإسلامية واللغة العربية والرياضة والعلوم والحاسوب متى؟ When will the exam begin? متى تبدأ الاختبارات؟ Yeah. في شهر شعبان. Okay, now everybody write these answers and send me your answers on WhatsApp.